عادل يمكن بداية الشوط الثاني زي ما الكابتن أسامة كانت بداية مثالية، وشفنا هدف طاهر المبكر، ولكن ما قدرناش بعد الهدف نستغل الفترة اللي احنا كنا متميزين فيها ونقتل الماتش المبكر. يا كابتن احنا متفقين اللي يضيع يستقبل، هي كده قلنا في البداية. النادي الأهلي لما بيجيب أهداف بسرعة في بداية الشوط الأولاني ممكن يكسب واحد واثنين وثلاثة. لما نزلنا الشوط الثاني بدأنا عملنا شوط كويس بالتغيير الجيد بتاع قفشه وبتاع طاهر محمد طاهر، قدرنا نستحوذ على الكره واحرزنا هدف الاولاني. مفترض بعديه نجيب هدف ثاني وهدف ثالث وهدف رابع، لكن انت خسرت النهارده. يعني عاوز اقول لك اسهل بونتين خسرتهم في الدوري النهارده، دي حقيقه. يعني لو احنا يعني الواحد لما بيجي يعمل بيقول هاخد الدوري ازاي او يعمل استيميشن كده للمباريات اللي هيلعبها مثلا، يقعد يفكر يقول ايه، في مباريات مضمونه وفي مباريات عاوزه جهد وفي مباريات دي من المباريات المضمونه. مع احترامي للجونه يعني ادائهم، وخصوصا لما شفنا الاداء يعني ادائهم. بس شوف كرة القدم لا تعترف الا بالنتائج. مزبوط. انت خلص المباراة بكرة او بعده او بعده هيتقال ان الجونة تعادل مع النادي الاهلي دلوقتي حالا. دلوقتي تعادل خلاص. النادي الاهلي خسر بونتين وبونتين سهلين جدا، وخسرته للبونتين ده انا من وجهة نظري اني مش شايف اللي هو بيتقال عليه الروح اللي كانت العالية اللي هي بتميز النادي الاهلي. اللعيبة ما كانش عندها روح في الشوط الثاني بعد الهدف، قبل الهدف، الرجوع لنص الملعب زي ما اتكلمنا. في حاجات كتيره قوي في الدوري المصري ليها اسرارها لازم الناس تعرفها كويس، انه الفرق اللي هي مع النادي الاهلي بتلعب النادي الاهلي احيانا ما بتحبش تتغلب 2-3. لما انت بتنزل لها نص الملعب بيحسوا بنفسهم شويه ان هم عايزين يهاجموا. المدربين، انا بكلمك على المدربين، يعني المدرب اللي بيوقف بره ما خايف لا يتغلب 4 و5. فانت لما يلاقيك انت بتلعبني زون ديفنس فانا هطمع شويه، وده اللي حصل. رغم ان الجونه حتى ما عملتش اللي هو اللي المفترض اللي يتعمل عشان تتعادل، ولكن هي كره القدم كده. يمكن احنا اتكلمنا على الفاول، الوقفه غلط، الوقفه اللي وقفوها اللعيبه كانوا واقفين غلط، دي رقم واحد. صح. رقم اتنين، وده المهم اللي انا عاوز اقول عليه، انك انت جبت هدف، انت لازم تعرف ما هي عقليه الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي. لو ضغطت عليهم تاني وجبت هدف انت ضيعت اكتر من 5-6 فرص. مزبوط. فرص سهله انك انت تجيب اجوان، وفي الاخر هتزعل على البونتينا. انا من وجهه نظري يتحملها اللاعبين، او يعني ده وجهه نظري. يتحملها اللاعبين، حتى الجهاز كمان يتحمل منها ان هو رجع لاعب في نص الملعب، يتحمل برضو جزء كبير قوي. خلي بالك الصراع الدوري طول عمرنا لما بنيجي نتعادل بنتعادل مع الفرق الصعبه قوي. يعني في فرق احنا عارفينها في مصر انك انت لو رحت لعبت بره في اجواءهم في شكلهم ممكن تتعادل، نقول ما بنزعلش قوي. لكن في مباريات على استاد القاهره والجونه انا بتهيالي انك انت لازم تزعل قوي انك ضيعت طبعا فوز محقق. وبالاخص انت يعني نادي الزمالك امبارح خسران من المقاولين العرب. انت لو كنت كسبت المباراه كنت ضغطت عليهم جامد قوي. صح. لكن هو يعتبر كده اديتهم الروح الثانيه ان هم يقدروا ينافسوك ويقدروا يشتغلوا تاني. صحيح. وفي الاخر بنقول درس، لازم اللعيبه تعرف ان الصراع ما بين اللاعبين في الملعب بتيجي بفرصه وفرصتين. اللعيبه اللي نزلت زي طاهر وزي قفشه وروك شويه فرق، فعشان كده بقول اللعيبه اللي لعبت الشوط الاولاني يجب ان هي تاخد عايزة شوية، إن الفرص في النادي الأهلي ما بتجيش كتير.